دلوقتي نروح ونطمن على حالة الطقس. طبعا كان في أمور متعلقة بتحذيرات قلناها في بداية موضوع الحلقة النهاردة، ولكن بالتأكيد هنتكلم عن حالة الطقس بشكل عام، مش يعني منطقة الشمال بس أو المطلة على البحار. النهاردة هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن يكون في طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حر رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. خلينا نشوف درجات الحرارة المتوقعة ونرجع لكم مرة تانية. نعرف تفاصيل كاملة دلوقتي عن حالة الطقس من الدكتور محمود القياتي، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بك يا فندم، يومك سعيد. أهلا بحضراتكم وكل السادة المشاهدين، صباح الخير. دكتور محمود، يعني كان من شوية معنا خبر عن تحذيرات على الحالة الجوية للسواحل الشمالية، لو حضرتك تطلعنا على يعني أهم الظواهر اللي ممكن تكون مؤثرة بشكل كبير على السواحل الشمالية وأيضا باقي محافظات الجمهورية. احنا بالفعل اليوم متوقع تساقط للأمطار على مناطق متفرقة من سواحلنا الشمالية، وده بالفعل بيحدث الآن، تكاثر لبعض السحب المنخفضة والمتوسطة على محافظات ومدن الساحل الشمالي، متوقع معها تساقط أمطار في مجملها تكون أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة في بعض الأحيان على مناطق من السواحل الشمالية، بتمتد الأمطار أقل شدة لبعض محافظات ومدن الوجه البحري وكمان ربما مناطق من مدن القناة، ده نتيجة وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. السحب دي قد تمتد كمان أثرها حتى مناطق من القاهرة الكبرى، لكن احتمالية حدوث الأمطار على القاهرة ضعيفة جداً، وبالتالي السحب اللي هتكون موجودة على أغلب مناطق الجمهورية دي هيكون لها دور كبير في انخفاض درجات الحرارة اليوم، لأنه متوقع اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية بمعدل درجتين تقريبا، وبالتالي العظمى اليوم المتوقع على القاهرة في حدود 30 درجة مئوية، يعني أجواء خريفية بامتياز على كافة مناطق الجمهورية. طيب دكتور محمود، يعني بالنسبة للسحب اللي كانت موجودة النهاردة الصبح بدري، هتكون مجرد سحب ولا في احتماليات لسقوط أمطار؟ يعني الحقيقة مش عارف هي بره عاملة ازاي دلوقتي. هي بالفعل موجودة دلوقتي وبنتابعها من خلال صور الأقمار الصناعية عندنا في هيئة الأرصاد الجوية، دي سحب خفيفة كانت متوقعة، هي زي ما قلنا بتحجب جزء من أشعة الشمس اللي تؤدي لتلطيف الأجواء بشكل كبير، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وهيكون في كمان نشاط نسبي للرياح، وإن كانت سرعته مش عالية لكن كل دي عوامل هتؤدي إلى تلطيف الأجواء بشكل كبير وإحساسنا بأجواء خريفية سواء على القاهرة أو السواحل الشمالية أو حتى كمان محافظات الصعيد. زي ما قلنا اليوم في انخفاض بمعدل درجتين على أغلب مناطق الجمهورية، والأمطار فقط على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري وممكن كمان مناطق من مدن القناة. طيب للتأكيد مرة تانية بس يا دكتور، هو الأجواء دي هتستمر معنا لحد إمتى وممكن نتابع اعتدال في الأجواء إمتى؟ يعني انخفاض درجات الحرارة مكمل معنا حتى نهاية الأسبوع الحالي على الأقل، ويمكن كمان بداية الأسبوع اللي جاي، لكن بالنسبة للأمطار فرصتها الأقوى هي موجودة اليوم، ممكن بكرة بقايا الأمطار دي كلها أمطار خفيفة ممكن تبقى موجودة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، لكن كلها أمطار زي ما قلنا من خفيفة قد تصل إلى متوسطة على أقصى تقدير على بعض المناطق، مفيش منها قلق خالص. انخفاض درجات الحرارة زي ما قلنا مكمل معانا نهاية الأسبوع، لكن في اليوم اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط،
ثم اصدرنا ليه انذار بحري لان ارتفاعات الامواج هناك بتوصل لاكثر من 3.5 متر، لكن الاضطراب ده اخره اليوم. حضرتك اكدت على ده معانا امبارح، لكن بالنسبه للبحر الاحمر الاجواء الى حد ما احسن من البحر المتوسط. بالتاكيد يمكن اقصى ارتفاع للموج على البحر الاحمر 2 متر، والبحر المتوسط كمان بدايه من بكره هيبدا يعتدل وتعود فيه حركه المياه البحريه الى طبيعتها. لكن دي اجواء خريفيه معتاده يا فندم في نفس التوقيت من السنه عادي يعني؟ طبعا بالتاكيد، يمكن احنا خلاص احنا طالما بدانا في فصل الخريف، الفتره الاولى بتكون فتره تقلبات جويه، الطبيعي ان درجات الحراره بتكون اقل من او في معدلاتها الطبيعيه اقل من درجات الحراره في الشهور الماضيه، لكن من فتره للثانيه ممكن تعود درجات الحراره ارتفاعها لكن بشكل طفيفي، هتكون اعلى من معدلاتها وسرعان ما تعود مره اخرى الى معدلاتها الطبيعيه. وناخد بالنا شويه من مساله التفاوت في درجات الحراره من النهار لليل، لان ملحوظ برضو ان بيكون في انخفاض بشكل ملحوظ بالليل. بالتاكيد، وكمان التفاوت او الاختلاف الكبير ده هيبدا يظهر بشكل واضح كل ما تقدمنا في فصل الخريف. هيبقى في تحول في الحاله الجويه كبير ما بين ساعات النهار وساعات الليل، لكن حتى الان حتى وان كان في انخفاض نسبي في درجات الحراره ليلا، لكن لا زالت الاجواء خلال ساعات الليل والصباح الباكر معتدله، وبالتالي نقدر نقول انه حتى الان الملابس الصيفيه لا زالت مناسبه سواء خلال ساعات النهار او خلال ساعات الليل. نشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للدكتور محمود القياتي عضو المكتب الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه، شرفتنا. خلاص ناخد بالنا بقى من التوجيهات اللي قالها الدكتور محمود. بالتاكيد يعني فصل الخريف مميز ان شاء الله.